السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بالخير. أدري اليوم وايد متأخر لكن بالعمالة أنا اليوم اللي ما بقيل الله يحفظكم أرقد لين الضحى العالي، وتم أبويا بخوئ ومن يلق على شبريتي إلا ساعة على اليم بليمن وساعة على اليم بليسا، وطالع وعندك ودونك وبراد لين الضحى العالي. يوم عدين الضحى العالي أبوي نزلت ويا في بيتي وتريا وقت سيرتي إن شاء الله حين بعد عقب ربع ساعة أو نص ساعة بحرك غداء دبي، بيكون غداي في الراشدية ومساي اليوم بيكون في دبي مول إن شاء الله. المساء بطولة اليوم من العصر العود بكون في دبي مول إن شاء الله. حين اليوم على رطبان وفضل من الله سبحانه وتعالى، ورطيبات يايات من شرق ومن غرب ويايينا هتين الفنان والحمد لله. هذا أبوي يروق اليوم أنا كمنتين ثلاث بين بيك وشد لطمت واحدة ورطيبات سبع وفنيال هال اللون بيلياني اللي تعيدونه، وفضل من الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله من بنسير دبي بنصور وبنرمس وبنشوف العرب وبنشوف الناس وبنضحك وبندردش بنكسر اليوز وبنضوي مضواي ضيتي إن شاء الله. اليوم إن قبل الساعة 12 بكون وصلت العاصمة الحبيب أبوظبي، وبنشوف الهست بنشوف العلم والخبر بنعد عليكم، بنكود شيء في القون وشيء بغناج وشيء بكابات وشيء بصياني، يلا ولا يقصر بنوفيه. نسيت أخبركم إن هالتينتين وواحدة اللي تشد قلت بها يا حبيب النبي ميوبات ويا هالكمنتينة، وكل ما شاء الله التحراه شكر يقدر. You have this in your country to work? No. Why? I don't know. Teen? Yes. Why? We don't talk. I'm not. اللي يفرح اللي يفرح واللي خليني أصور كل شيء هاي إني أرويكم هذا إنتاج أبوظبي، هذا الشيء اللي يفرح. معلوم السوق ممزور والجمعيات ممزرة كل شيء فيها مريود، يا غير يوم يجيك شيء إنتاج من عند صاحب صديق ولا في من طرف بيت ولا اتيك نوايا مش موجود عند حد. هل اني انا في حايه طماطي ولا خيار ولا بيض ولا تو جاي رطبان مليون نوع ونوع شيشي وخضراء وشبيبي ومليون نمونه كريتينات ما تمشي كلها اظهر دفعت بلا من عن من وين جاي عن حكومتنا وحكامنا وعن بلادنا وعن شعبنا ودفاعت بلا وصدقة عن الأحياء والأموات. هنا ما خلي بات شيء ما يتم شيء في البيت كلها ظهرة يحب الله تنبسط يا الآدمي يوم ييك شيء ييك شيء ولأن من إنتاج دار إنتاج مواطنين مجتهدين يحبون التحدي فقبلوا التحدي ونجحوا أن ينتج طماط بدون أي إضافات، ينتج خيار، ينتج خس في وقت غير الموسم، وينتج تين وفيه وينتج حتى الخوخ الرمان الكرز كله سبحان الله. اللهم لك الحمد. هذا بتسألوا ليش حاط الفود؟ الفود عسب ما تخيس كندورتي زين. هذا الإنتاج اللي يثلج الصدر. لا تقول لي استوى في لب
قاعد بسمعكم اغنيه صغيرونه مقطع صغيرون الراس دي وصلناه وعرفته وحطينا لكم اغنيه لكن شيء قديم من الاغاني اللي ابوي تيوزلي من اغاني موسى سعيد الله يرحمها بتعيبكم ان شاء احب اسمعكم اياها شويونه اقل من عن ثاني عيني على سلي طول غيابه سافر ولا جاني حتى جوابه مساكم الله بالخير والنور والرضا والسرور وصلنا الراشدية أكثر من ساعة تقريبا ودخلنا البيت هذا وبيتهم فيها الفريج الفنان الفريج الغاوي ودخلنا هالبيت المميز الفنان وقربونا فيها كالميلس وهالحوي الفنان اللي عليه رضوان من الله وتغدينا أول شيء تقهوينا وتغدينا وعينا من الله خير والريال هذا اسمه الله يحفظكم اسمه شايع بن شايع هذا من ذوي الهمم ويعيل 13 من أفراد الأسرة ما عاقته الإصابة اللي فيه ولا عاقة قل الحركة اللي فيه أنه استسلم للموضوع اللي هو يعيق عن العمل لكن رب العالمين يسر له أموره وفاتح مشروع منزلي وأنا جاي من أبوظبي لينك أنت يا الراشدية لدعم هذا المشروع اللي أنا متأكد من جودته من بعد ما راجعنا الأوراق الاستيراد والتصدير والفحص من 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 فحص من بلدية دبي وتأكدنا من الفحص من النوع اللي ميوب من وين جاي وبلد المنشأ وبلد الاستيراد ولا موصل ولا طريقة التخزين منتج الشخص هذا اللي عيل 13 من أفراد الأسرة يستاهل الدعم المنتج ماله عبارة عن عسل نوعين عسل اللي هو الأصفر العادي والعسل اللي هو الأسود أي إنسان يدير مشروع منزلي فهذا أكيد أنه شخص مميز لأنه استخرج رخصة مشى حسب القانون وتدرج من البلدية إلى استخراج الرخصة إلى نوع المنتج إلى جودة المنتج إلى فحص المنتج إلى أن وصل إلى درجة أن أي منتج عنده مفحوص وبرقم وجاهز للتسويق فهذا شيء جميل يعني بحد ذاته طبيعي شيء بطاقة من ذوي أصحاب الهمم تظهر من جهات رسمية في الدولة وهذا الستور مبرد وجاهز فيه نوعين من العسل نوع عسل سدر والنوع الثاني سمر ما شاء الله طريقة تخزينه جميلة وعنده أنواع مميزة والله يوفقه ويرزقه إن شاء الله هو وأمثاله لكل مجتهد نصيب أنواعه مميزة وجيدة ومفحوصة والعبوات تبارك الرحمن مثل ما تشوفون ما هات كم كيلو هايل كيلو ما هات كيلو الوزن كيلو نوع سدر ونوع سمر شايع بن شايع للعسل ما أقول عنك شيء ما شاء الله كمية كبيرة في الحاضر مدح طريقة التخزين جميلة ومكان مبرد ومكان موثوق منه والله يرزقه ويرزق كل من يدعم المشاريع لذوي الهمم أول مرة بحياتي أي دبي مول المغرب من العصر أول مرة ما تديت دبي مول هالوقت بحياتي اني اي العصر معقوله اي العصر بتفيزر تفيزيره من الحين لين نص الليل ان شاء الله دبي مول عباره عن بلاد لو بتي 3 ايام ما قضيت حتى نصه دبي مول ما باي مول دبي مول ابدا مش اي مول في الدنيا العوده نعم هذا امر مفروغ منه مول يشار له بالبنان هب مول هاي يسمونه أبو المولات أو كل المولات في مكان واحد السلام عليكم أبو إبراهيم محمد
How are you? Fine. يا سلام يا سلام. شو بقولك؟ هذه مشكلة. أقولك. مرحبا. كيف حالك؟ والله أنتي very good seller يعني. والله يا أبوك. خلتني أخمخم الدنيا كلها. اللي هيدي مو لا تلبق تلبق لإلك وهيدي ما تلبق لإلك. عيزتني خلتني أخمخم الدنيا كلها. الله يعلم بالحساب. لا وأقولها أقولها حين أنا متنت وأنا ما أريد أخذ شيء من الغالي باكر أصير أضعف. قالت لي والله بيني وبينك ما رح تضعف. قلت لها ليش؟ قالت أنت مسافر ورح تأكل كتير. زين والله يا أبوك هاتبيع تبيع كل هو. أقول لك شو اسمك أنت؟ مسينة. صدق والله؟ بثينة. بثينة؟ من حمص؟ بارك الله فيك. شكرا يا بثينة. الجواز وهيك والفيزا قال لي اسمك بثينة والله كثير رح يكون حظك حلو كل شيء يكون بثينة محظوظين. يا بس اسمك حسين 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 انت ما بثينة حسين. انا حسين مخالف شريرة بعد طلعت ما بهينة. الله انها شريرة. الله اكبر. أول قالت والله أول ما رمستني قالت لي حسيني أثرها تقول بسينة تحريتها تقول حسين. قلت معقولة حرمة اسمها حسين؟ هذا اللي أعطيتنا إياه الاشتراك. هذا شو صح لنا؟ هذا كرت للخيانة تأخذ ونصفين ومشتريت تطلع لك دائما ديسكاونت بالجورمي. هي وقت اللي بتوصل الحين هذا يوم خذنا هم واخذ كلها بتحصل 200 درهم؟ ها اقولكم تبيع الهواء. والله انت حسين مشكله يا حسين. والله يا حسين والله انت يا حسين يا اخويا رقم واحد ما شاء الله عليك. يا اخويا رح تستبدله بالذهبي وبيطلع لك على كل درهم مقطين مقطين. قولي لي رب الله اللي ما يعرفك انت. ابوي من هالمكان هالمكان طويل عريض خدمه مميزه يروح عند الاخ حسين. عند حسين ما يقصر الاخ حسين. زين شكرا بارك الله. الله زين وين بدبي ولا المدينه؟ شو اسمه صغيروني؟ محمد. محمد وجاسم سلام عليكم. سلام عليكم. طاح الكاب ماله. حمداني حمداني هذا منو؟ هذا ابوك؟ ها محمد. الله 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 بسم الله عليك الرحمن. تبغى يصور وياي؟ انا ابوك ما بصور ويا الولد اريد اصور ويا الابو. الله يحفظك. الله يبارك فيك. يا مرحبا ابوك يا حيك ما شاء الله على ولدك يعني الله يحفظه. والله يا ابوك اللي تحريته في اخوك. لو كنت انت بكبرك فنان. الله يطول عمرك. مرحبا ابوك. تسلم هلا ابوي. كيف حالك؟ طيب كيف انت؟ الحمد لله يا ابوك ما شابهت ابوك في الطول. ظهرت على خوالك ها؟ افتكيت يا ابوك افتكيت. ولا يا ابوك ما شاء الله ابوك هالطويل وعقمه ها؟ نفسه. اختكي مثلك نفس الطول. وانت وانت والله مرحبا بهل المدام. احبك الله على فضلك. الله يطول عمرك. الله يطول عمرك. شامل ومعهم وبني بوش الحين تبنى علي. مرحبا. وانت راجل وهالفنان عمد ما شاء الله تبارك الله يحفظكم. بيبات الربع بيبات الله يحفظكم. الله يحفظكم. السلام. من ابو ظبي من العين من دبي مول من اي مكان في الدنيا العوده ما شيء عندك شغله الا انك مفروض انك على كل حال تنزل الامارات للمزادات. شيء وايد ضروري انك تنزله. قلنا لكم على كل حز وكل طالع شمس بعدني اليوم وبكره اخر مره بس اذكركم في كل مكان اسير انكم مفروض انكم تنزلون الامارات للمزادات على كل حال. الكل منكم والجميع مفروض اني ينزل هالتطبيق. تطبيق ابوي بتلقطونه في الاندرويد في ابل ستور. تطبيق ابوي من تنزله بتدخل ابوي على شيء قسم المصادر المصادر
بقيت قسم المصادرات المصادرة بتلقط الأشياء المصادرة بتلقط فيها الدنيا والدين، ومن بقيت الألواح اللوحات المميزة كلها بوي موجودة وأشياء جميلة وفنانة. ومثل ما قلنا لكم الأرقام أصبحت حاليا زينة وخزينة لك ولزمن، حالها حال الذهب، تشتري بألف تبيع بعشرة. هي نعم أشياء لقطة ما شيء عندك. كل اللي عليك أبوي دق أبوي على الرابط هذا، دقة شيء بأصبوعك ما بتوعى بعمرك إلا الدربي، عفت جدا الموقع مالهم مال أمارات المزادات. والجديد بالذكر أن اليوم آخر يوم وبكرة عادة لكل حادثة حديث. يا باكر مفري حاج، هذا الله يحفظكم الرجال من الخارج اسمه خالد سبيعي، وياي على السناب شبه يوميا نتكلم. أول مرة هشوفه ياي هو يا فريجة السعودة دبي، فقال لي أبو محمد أنا وصلت دبي أبغي أنت وين موجود؟ قلت بشيرك أنا في دبي. هذا الرجال ساعة مبارك الله يسلمك، ساعة تكبرك والله مليون مرحبا مليون مرحبا يا مرحبا براعي الخارج. الله يسلمك الله يحفظك الله يخليك. شو جو الحين عندكم أنتم الخارج؟ شراتنا لو تختلف. لا إحنا جونا على قولتك حاف مثل هذا ولا بعد اي حاف مره. يلا مليون مرحبا بكم سهله. كم من يوم جايين؟ والله ان شاء الله جالسين 5 ايام 6 ايام ان شاء الله. متابع قديم ولا جديد انت؟ والله يا طويل العمر يمكن من سنتين جديد وصل. لا زين من سنتين وايد زين علي. من يوم تصور سمكه شو اسمها حق الصافي؟ لا الكبيره ذي وين منها اللي تقولون حقه الغواصين دولفين؟ دق يطري السبيطي يطري السبيطي. قلت لك هذا ما كل النواخذ. نعم هي نعم هي نعم ها سبيطي غرام هالكويت غرام هالكويت. احسن سبيطي عند هالكويت بعد. الله يحفظك خالد سبيعي. اقول لك الحين انت تابع مستمتع بصلاح وبرنامجه ولا بغاني شامبي ولا انا لو تسالني عن اي تفاصيل يومك علمت فيها هالكي تصحى الساعة 8:45 تقريبا. لا إله إلا أحيانا تتأخر أحيانا إذا صرت سهران قبلها. إيه تنزل تقولون مع دواركا تصور صلاح مع دواركا في المطبخ الصغير. نعم جوا البيت. أيوة اللي فصلتوه من ألمانيا. لا إله إلا الله. بعدين تطلع برا وأنا متولح على الخبز هذا حقكم شو اسمه الخبير والمحلة محلة ضبياني على قولتهم. إيه نعم إيه محلة زايد. كل الجدول كله حب. الله يبارك في حياتك حبنا فيك. لا خلينا من والله نحن بعد نعشقكم انتم دم ولحم واهل ما فيها شك. الله لا خلانا منكم الله يجمع ما بين على ما يرضى ان شاء الله. خالد سبيعي لحظه من الاشياء اللي خلتني استمر وياك في السناب في المراسله انك ساكنين في مزرعه. نعم في الضبيعه. نعم وهوايتكم الزراعه. نعم وهذا هو اللي خلاني انا استمر في المراسله وياك. واليوم لقانا كان بالصدفه. زين سبحان الله. فحينه كيف عايشين في المزرعه؟ والله احنا كنا عايشين 20 سنه في المحافظه نفسها محافظه الخرج. نعم وهذه قريتنا الاصل اصلا. نعم بعدين شرنا في المزرعه صرنا نتردد في الاجازات. نعم بعدها رغب يعني كرهنا البيت ورغبنا المزرعه. لا اله الا الله. طبعا رحنا نبي الخضار ونبي الشجر ونبي النفاه. الواحد ما يستغني عنه. شو طبيعه الخرج؟ الخرج زراعيه كلها زراعه وراعي. المزارع الالبان المعروفه هذه مشهوره في الخليج عندنا. تبارك الرحمن. إنتاجها كله من الخرج. ما شاء الله. ما شاء الله. قوية بس مظلوم حدث. عرف جاك أنت لقيك معاني. يا مرحبا. مرحبا مرحبا مرحبا. مرحبا بالموز ميال لغصوني سلام عليك سلام. أنت يمها؟ لا. ها؟ مربيتي. ها؟ مربيتي. مربيتها؟ أنا قلت في خاطري مستحيل. إيه ما شاء الله إنتاج طيب. الله يحفظك إن شاء الله. بسم الله عليك الرحمن الرحيم. شو اسمك؟ شو اسمك يا الغاوية انت؟ اقول لك هذه مين صغيرونه؟ هذه مين؟ صورت اصلا من غير ما تي. بسم الله عليك الرحمن الرحيم. هذا التصوير للي يقول ابوي الناس بكلها ظهرت سايرين يصيفون ويقيضون ما حد في البلاد. لا ابوي البلاد ها على من ما يبي يصور هالرجال سيد اسمع بدر عبد الغيث ما يبي يصور؟ ليش ما يبي يصور ظنك؟ تخيل يا ابوك انت تقبل نقليطه؟ ايه شو اسمك؟
سعيد جمال سعيد مع بغليط. والله من اليوم النعم. مش حالك الله يحفظك. كيف انت؟ مرحبا بك. منو تقول عرس بيستوي عندك؟ لا مو عرس بي. ها. لا تقول لي عرس بيستوي عندك. لا مش عرس اقول لك لا ترى صغير عمتاج. زين. غير الموضوع. تي خبرني اسمك. شو اسمك؟ والله ونع تعالي. تعالي تعالي. سلام عليك. اسمك؟ شمان. اليوم مرحبا بشمان مازين الاسمك. اقول لكم ابوي اعمار مش الا بس بنيان وطابوق ومسلح. اعمار ابوي كوفيهات راقيه واماكن فنان واشياء. تول 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 عمار يا دبي. بالمتكتكه مش حالك؟ شو اسمك؟ حمده. حمده يا ربي هالاسم العود. ما شاء الله عليك يا حمده. حمده ولا حمدوه؟ حمده ولا حمدوه؟ عن تكذبين. قولي الصدق. قولي الصدق. حمده لو حمدوه؟ حمده. زين. هاي صورة منو بالله عليك؟ هاي صورة بلعني. ايه حافظ على الزين. هاي تدري عاد متى؟ ها. ايه ها. 81؟ 81. يا مرحبا. مستعجل من لواتب يوم يقول لك والله دخيلك لا تصورني دخيلك لا تصور. ما ادري ليش ما يبون يصوروا حد من العرب. دخيلك لا تصورني متحمل تصورني. أنا ولا شو ها ابو خالد صحيح انه يعني شوف اللي تروع من التصوير لا لا اللي تروع من التصوير انه متروع من الاوليه صح انه والثاني اللي يجي يدور الثاني لا اللي يبون يتشرع اي نعم اي نعم يلا كل امين يا رب العالمين امين امين يا رب يا الابتسامه ابراهيم بس اصورك اسوي لك فوكس بعد الرجال هذا اللي تشوفونه مستوي سنة 85 أيام البطولات شو كان اسمه الأول سمينا صدام وحين بقولكم هذا أبو خالد أبو خالد محمد حسين الخوري جايب لنا مطعم ما أبالغ إذا أني قلت لكم من أجمل المطاعم اللي شتكلت فيها بحياتي ما في أكله غير شابه ربيعته الأكل من ثلاث مدن تعال شو اسمك انت؟ انا محمد مدير المطعم الاكل هذا ليش مختلف؟ شو قصة الاكل هذا؟ الاكل تبعنا نحن لانه ميدل ايسترن جايبين اكلات من الشرق الاوسط من وين وين أكل وين؟ عندك ربع من مصر من فلسطين سوريا لبنان والعراق والاردن نحن عاملين سويتش على كل طبق جاي من هيدي البلاد لحتى نرضي كل الاذواق ونرضي الجميع والحمد لله سمعت المطعم طيبه والاكل كله طيب ابشركم ولا نوع من الاكل عادي كل فائق الجودة فائق الجودة ما بجودة عادية فائق الجودة ما شيء طبخة تشابه ربيعته في دمتي إن المطعم هذا يلي سوى خدم والله ما أعرف حتى منو هالمطعم بس غير لمساعدة للناس اللي بيجيبوا بيموت ضروري إني خطف هالمطعم أي دور هو أي دور نحن الأول بالدور الأول اسم المطعم مطعم اسمه المزات هالمقدمة المقبلات هاي اللي يحطونها قبل الأكل والله يبوكم لأن ما كنت عمت شراتها والله حتى ما كنت ناوي أصور لعقب عزر علي أبو إبراهيم أبو محمد حرام ما يتصور الأكل هذا وتخبر الوادم عن جودة المطعم هذا اسمه مطعم اسمه وأكله في منتهى الروعة ما شيء وهو عادي فوق عن الزين في الدور الأول اسمه مطعم اسمه الواعي المطعم ثلاث خوات سايرات يعالج نمهن في أمريكا وحين يوم عرفنا أن نحن موجودين هي رب مسني خلا أن هذا الرجال يتوى رب مسكم بالنظارة جاب لي تليفون قال لي هالمدينة عاوز أتكلمها قلت نزيل أمسيتها قالت لي فرحنا انك بيك وانبسطنا انك موجود في مطعمنا ولا لا 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 نتكلم خبرنا لو قلت لهم خبركن المهم مسميات المطعم ابوي على اسم امهن ينضرب لوصوف رمها ويقول لك يقولكم كريم ويودية وظهرا بناته بثلاث انشراته نشن ابوي من محبته للم نشن ابوي سمن المطعم باسم امهن وحين المطعم ابوي ليخاري اكثر على اللي داخل ليخاري اكثر على اللي داخل الله يرزقهن ان شاء الله ويعطيهن على قد نيتهن مشكور يا ابو خالد على على اقتراح المميز المطعم الفنان يعني لك تسلم
وشكرا للاخ سلطان. سلطان منو هو؟ ابو سلطان. منو هو؟ عبد الواحد العلمه. ابو سلطان عبد الواحد العلمه اللي هو اللي نعت لنا المطعم هذا انه ذويق ورقم واحد. رب الله ابو سلطان ما خلي شيء ما يعرفه. علماء يعلمون في الطباخ في النماذج في الاكل في المطاعم. هاي بقول لك عالم عالم باهس. فرق بين العالم الباهس والعالم اللي ما باهس. هذا عالم وباهس في كل كبير وصغيره ما شاء الله عليه. اي والله. وانتوا ابويا المتابعين ادعوا لهم هالبنيات ساير ابوي تعالج في الخارج ان الله يحفظها ويعودها لبلادها بامارات دبي الحبيبه دوله الامارات الغاليه. حفظها ويعودها سالمة غانمة هي والمرافقات ثلاث خواتها بناتها. يلا ما الله بس عاد عليكم. شو اسمك انتي؟ ها؟ نور. نور؟ وانتي؟ حور. حور ونور؟ ما شاء الله عليكم. شو اسمه بابا؟ بابا سالم. سالم ما شاء الله. اسميك يا سالم سميتي وسميه حور ونور. الله يحفظها ان شاء الله. سلامة.